حكيت وقت المشكلة كنت باش نمشي للسي اس اس وظهرلي مشيت وشني وقتها بالضبط مع السي اس اس؟ وقتها عملت اختك كملت العام مع حملة فعام عملته به محترم وواحد وجمعيات لا كنت باهي انت برشا الناس كلها تحب عليك وقتها. وقتها حابت عليا واحد اخر العام ما كيما نقولوا سلمونجي كلي طلع في البار بيع وقتها مير حديد الصفاقس وين قعدت كلي وين صغير مازلت فراجيل فهمت نكلم في المسؤولين علاش وحل معايا انا علاش ما سايبنيش كذا فهمت وانا جماعه تكلم فيا يعني راهو يقولوا لي راهو مثلا راهو مرسوم معاك فهمت راهو صوم طالع وكذا فهمت ما عرفش قداش ما دولو قداش طلبوا والله ما نعرفش الحقيقه ما عندكش تفاصيل ما نعرفش الحقيقه عنده الحق هو يعني باش يطلب مش باش يطلب الله اعلم بالك ساعتين نوفر شويه هما فهمت حاسيل وقعدوا صفاقسي ملحين فهمت تكلموا فيا انا ولا شكون طلبك؟ والله نسيت الحقيقه ما عندكش امور الحقيقه نسيت اي مش مشكل سلمي ولا مش مسلمين مشكل ولا حاجه مش هيك مشكل. حاسيل محامي هو حاسيل قعد يكلم فيا وقال لي راهو هكا وهكا ورانا حابين عليك وانت وانت قلت لهم راني عندي مانجر نتاعي وقتها معايا السكري بن عمر تحيه ليه قال لي راهو فما بوند كيما نقولوا نحنا نجم تشري عامك الاخر تشريه وانا عامي الاخر معناها بريسك كيف فارغ ما كنتش تخلص من دينار 250 دينار شهر هذا حمله في تخلص من لاعب دوبا طالع مش هكا هي في الكونترا فما يمكن توصل اخر عام توصل 350 400 دينار اما تكون أمانة عامل لي وقتها سلمونجي عامل لي شهريه به حاسيل نخلص عامي ونخرج على روحي وعامي فيه 8 ملايين فهمت حاسيل قلت له على الحكايه ذيك قال لي زعما هما وقتها مازالوا كيخذوا ماهر علاقتهم طيبه مع حملهم ما يحبوش ما يحبوش حاسيل مانجير اقنعهم اقنعهم باش نعملوا الفاز وعملها ومشيت لصفاقس وصححت اي انت فكر مشيت وفي المرواح بديت نخرجوها فهمت يكلموا فيه جماعة حملة ما عملت شيء رمت الحومة في قاعدة في قاعدة ديال صفاقس سكيت بالاول فهمت ما حبيش نخرجها لك خاطر قلت لهم يعني قلت لهم خليها بشوي بشوي انا عارف كيفاش نجيب ونهار اللي باش نجيك قلت كي نهز الساكي باش نمشي لصفاقس وقتها خرجوها باش ما عادش يكلمني حد ولا شو هما خرجوها في ليلتها فهمت احنا مروحين في الثنايا وبديت لعبت نتكلم فيا صحيحه ليه كذا حتى فما جمعيات كلموني وقتها يا اخي صحيحه مشيت وهم وقتها يحبوا علي فهمت حسيل كلمني سي نبيل عجة ديم مسمينه في حمل انف هو اللي لاهي بالسيكسيون معناها سينيور كلمني حسيلو كلموا فيه الكل ما حبش نهز خاطر متغش عليهم وقتها سي المونجي سي الفاضل معناها سي الفاضل محافظة كان معاه كلمني هذا اللي كيما نقولوا نحن دز معايا قبل فهمت وانا صغير صارت لي مشاكل ديما هو هزيت عليه هزيت عليه هاي لسي نبيل سافا لاباس نحوالك قال لي يا اخي صحيحه قلت له صحيحه راني مشيت صححت قال لي ايجا سلمونجي راح حاجته بيك قلت له صحيح صح قال لي ايجا شي ما كاينش مشيت حاسيلو ملي تبدلت اللغه معي فهمت صح. ملي كان معناها ما وذاك هو واستنى وتجي فرصتك وتتبيع وكذا ولا هكا هكا ايجا نتفاهم وكذا حاسيلو سلمونجي ذكي ما يعرف فهمت حاسيل اقنعني باش نعاود نصح في حمله كيف يمصح في السياسات انت؟ لا في السياسات قال لي راهو احنا الكلوب نتاعك نجمو نصحوا لك في اي وقت صححت وقالوا لي تنصرف وبعد عليها انت الحكايه سكر تليفونيتك تنصرفوا احنا حسيل ودخلت الحكايه هذيك في الجامعه وانت فضلت تعاود في حمله في خير من تمشي لكيب كبيره كما السياسات معناها انا هوني فهمت قالوا لي انت متربي في حمله في واحد وما يجيش فلوس عطاوك خير ولا؟ والله بريس كيف 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 قلت لهم انا مدولي هكا وهكا وهكا في صفاقس ما تعاقبتش وقتها ما تعاقبتش وقتها تعاقبت 6 شهور اي خاطر كم صح في دوز جمعيات ما تعاقبتش فلوس خاطر ما خذيتش انا براتيكمون فلوس ما عند حد خذيت كم من حمله صفاقس عطاوني شيك ما صرفتوش واضح فهمت ما حبيتش نصرف وهما شدوا لي صرف شيك صرف شيك قلت ملحين هذا مبرر ما تحنديرها فهمت قلت خويا خليه شيك نهار اللي باش نصرف باش نمشي تنصرف تنصرف وانا مش هارب
كاو مشيت وقتها صارت الفوفة هذيك وقعدت تعاقبت 6 شهور. وفي في البريود هذيك وقتها صحيح كوم ديريكت ديريكت ليطوال دخلت في في الموضوع وخذتني ديريكت وقعدت فيهم محمد نفس سايبوك وقتها ديريكت وقتها شد خرج سي المونجي وسد سي عادل بعداء وبدي وكل اللي حملم فتقولش عليه بشكل حقها فهمت نارش حاسيله ديريكت كي تكلمت ليطوال سايبولها وقالها انت تلهي بالموضوع وماك تعرف ليطوال معناه بكلمتها في الجامعة وكذا فهمت قالت له انت تلهي بالموضوع حكمت الوقت المحكمة الرياضية معناها حكمت اللي انا باش نقف على النشاط الرياضي 6 شهور وبعد كده نقعد مع ليطوال معناها اما خليوني نختاري انا في الاخر فهمت وين باش تمشي وين باش نمشي علاش اخترت ليطوال انت حبيت تمشي ليطوال قعدت في حامل انف انا قلت انا حامل انف وما سايبوك حامل انف ومن حامل انف دخلت باهي عملت عام في 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 النجم الساحلي هكا ولا عملت عام عملت عام بديت مع سي خالد السيسي معناها اختها هو شاد ليطوال فرحان بيا الحقيقة كانت جروب باهية فهمت كانت جروب باهية كيفاش كان العام هذاك؟ عام باهي اكسبسيونيل عملت عام باهي انا من الاول كي دخلت معناها كانت عباد فرحانة بيا وكذا فهمت حتى فما معناها دخلوني في صحف الجروب فهمت فما بلبولي وقتها فما امين لطيفي وقتها معايا في ليطوال عادل الشادلي اول صاحب عملته غاديك كان رامي البدوي رامي وقتها رغم اني ما بعرفكم في اللاكس صحيت بالرغم اللي وقتها هو صغير وطالب ده عرفته يلعب هاي. اول صاحب عملته رامي برغم انا جاي في بلاصه وانا مش نحى هو باش نلعب انا حاسيل وصحاب حتى لتوا معناها نحبوا برشا رامي ويعجبني كجوار كاخلاق معناها هو طلعتكم مع بعضكم كنت كنتوا زوز كنا نستناو فيكم زوز باش تعملوا كاريرة كبيرة وقتها كنتوا في ليتوا مع بعضكم هو كان اي وقتها كي جيت انا في بلاصته واللي حطوا اريد دروا وهو باهي معناها فيزيكمون باهي يطلع ويرجع اي اكسل خير اما وقتها ينجم صحيح ينجم صحيح. يلعب وقتها وديفونسيفمون باهي فهمت على ما كملتش فوزي بدلوا ال... على ما كملتش في توال عملت عام برك انت حبيت تخرج جيت وقتها بدلوا مع معاك لمجد الشهودي ظهر لي مشيت لاسبيرونس وكيكا وجاو سما البوغالي مشيت انا ولمجد والله جيت الحكايه راهو ما عطيتهاش برشا اهميه انت حبيت تخرج ليه وقتها جوي بيه في ليتوال عباد تحبني جمهور كذا مسؤولين فرحانين بيا وقتها تبدل بدل لونترونور جي فوزي معناها عملت منا معاها بيريود باهي فهمت وبعديك جا سي منظر كيف كيف فهمت بديت الحكايه كلمني انا مي قال لي كنت حب ترجع لسبيرونس راهو يحبوا عليك قلت له نرجع فما حتى مشكل يا اخي ما يحبش كور في لسبيرونس جمعيت هذيك ما تعرف جمعيه كبيره انت زي ليتوال صحيت قلت له نرجع رميت له كلمه وسكت على روحي فهمت ما عطيتوش أهمية ما عندوش حتى دخل هو في الاسبيرانس حسيت نسيت هالحكاية ونكور وجوي بيه ما عندي هذا المشكل لين كلمني معناها سيرياس قال لي راهو هكا وهكا قلت له قدام صح 3 سنين انت في حا في ليطوال اه 3 سنين قلت له بالرسمي تحكي ولا شنو اللي توا راه باش سايبني امبوسيبل وانا قاعد نلعب وقتها اموري واضح قال لي راه شي همك انت تحب تجي قلت له نحب نجي يعني اي كاو بدي هما نيغوسياسيون معاهم فهمت وقنعوهم وقتها تبعت مبلغ محترم وقتها بالكدا تبعت انا ولا مجد وقتها قليل من لاعب يمشي بالليتوال ديسبيرونس في قليل صار برشا مشاكل في سوسا وقت كيفاش تبيعوه اي علاش خرجوا برشا كلمات حتى فما شكون حكاها فما مسؤولين خذوا كوميسيون حكايات من نوع هذا والله ما نعرفش انا الحقيقه ما دخلتش في التفاصيل اما صارت وقتها جمهور جمهور عمل كنت في المنتخب وقتها في الناسيونال ديجا رياض بنو صححت في الامارات استاج المنتخب بالضبط صححت جاني غاديكا وصححت نما صارت مشاكل اي خاطر صفقه فيها برشا نقاط فيها من الحق بعديك قالوا لي انا معناها انا اللي حبيت نمشي معناها وما نشدوش حد هو مش صحيح
انا جيتني جاني الاوفر قلت اي معناها مش كبشت يعني نمشي يعني نخوف الدنيا في ليتوال جاوا بيها فهمت ليه ما ديجا هما ما كلمونيش سمعت ليتوال اخت معايا بلبولي في البيت يكلم فيا معناها سرياد باش يقول لي راه مش نجي وهو باش يقول لي راه مش نجي باش يجيب كونترات باش يصحوا وبلبولي معايا يكلم في المسؤولين تاع ليتوال راهو باش يصحوا له يا اخي كيفاه والله ما في بالنا ما فما شيء مش في شيء وكذا فهمت بعد هيك في الاخر باش كي صححت انا خرجوا تساور قالوا راه هكا باش نحكيوا على تجربتك في الفتره الجايه في تونس الاهم بطبيعه في مسيرتك.